اهتمام بالبيت، لابد أن نهتم بالبيوت. لأن نصلي فيها السنة النوافل. نقرأ فيها القرآن. كذلك لا يمكن أننا ندخل في البيوت الكلب والتصاوير، لأن بهذا لا تدخل الملائكة. نضع بعض الكتب التي فيها التعليم الصلاة مثلا. كذلك نسمع فيها القرآن، يعني نشغل المسجل حتى نسمع القرآن نقرأ معه. 그리고 가능하다면은 꾸란을 편안한 상태에서 꾸란을 들을 수 있는 그런 오디오 장치도 있으면 좋습니다.